بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع السائقين والسائقات المهنيين داخل الوطن وخارج أرض الوطن. طول الله سبحانه وتعالى تكونوا جميعا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، واللي في طريق طريق السلامة، اللي مرض الله يشافيه، اللي عاطل على العمل الله يفتح له شي ويدير الرزق، قولوا أمين الإخوان. أول سؤال الإخوان، واش الصوت واضح؟ واش الصورة واضحة؟ سي عبد اللطيف مراح، تبارك الله عليك. سي فؤاد، سي عادل، سي عبد المطلب، اخوان واش الصوت واضح؟ الله يجزيكم بخير. ابو ريان، تبارك الله عليك. اخوان بغينا نعرفوا واش الصوت واضح. اخوان الصوت، شي واحد يكتب لي الصوت واضح ومسموع، الله يجزيكم بخير. اذا كان الصوت واضح علموني، الله يحفظكم، تبارك الله عليك. نعم، مزيان مزيان. الله يحفظك السي مروان، الله يكبر بك. سمحنا الإخوان راه عيانين، ندعو معنا بالشفاء. وعزاؤنا واحد الإخوان في الفقيدين، السائقين المهنيين، السائق اللي توفى في شاحنة ديالو، والسائق اللي توفى بعد صراع طويل مع المرض. طول الله سبحانه وتعالى يتقبلوا معنا إن شاء الله، والله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. وشو سبحان الله العظيم، واحد شهر دابا كنظن أو شهر ونص باش توفى واحد السائق في ذكر رونو عاوتاني، توفى والكاميو واقف، والله يعطينا بالصورة الإخوان، قولوا آمين. الموضوع ديالنا الإخوان اليوم هو التأشيرة، لأن كاين واحد لغط كبير وكاين بزاف ديال
القيل والقال في مواقع التواصل حول هذا الموضوع ديال التأشيرة. الله يحفظك السي عبد الواحد، السي مصطفى، تبارك الله عليكم الإخوان كاملين. إلا قدرتوا تبارطاجيو هذا الفيديو الإخوان باش تعمل فائدة وكل شيء يسمع وكل شيء يستفاد، وطبعا حنا غادي نستافدوا منكم إن شاء الله ونستافدوا معكم. كان عندنا واحد الشيء مع الإخوان في القنصلية الإسبانية، لأن بزاف ديال السائقين مشاو للضفة الأخرى ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، وتفاجؤوا بأن التأشيرة ديالهم تلغت، يعني كتجي شوية ناقصة باش السائق المهني مسكين يكون مجد من السفر ديالو، عنده الأمانة ديال الناس، تا كيوصل للخزيرات وكيلقى بأن الفيزا تلغات. هنا الله يحسن العولان السائق ولا المشغل ديالو، لأن المشغل ديالو أيضا غادي يولي يقلب على السائق اللي عنده الفيزا باش يطلع ويكمل داك الفايج داك الكاميو. الله يحفظك السي إبراهيم، السي يونس، بارك الله عليكم جميعا. إذا قلنا الإخوان كلا الطرفين هنا ضروري، لا السائق ولا المشغل ديالو. هنا الإخوان مع الاجتماع اللي كان مع القنصلية، سمحوا لنا الإخوان، هذا الاجتماع اللي عملنا مع القنصلية قلنا بأنهما كيعلموا السائق المهني، مستحيل ما يعلموهاش قبل ما يلغي له التأشيرة، حتى كيعلموا إما كيتصل به أو كيصيفط له الميساج إما في الإيميل في الجيميل ديالو أو في الإس إم إس. هنا كاين واحد المشكلة الإخوان، وهذه كنسطر عليها وما كرهتش السائقين كاملين يردوا ببالنا هذه القضية ديال الإخوان، ألا وهي ديك الوثيقة اللي كيعمل فيها السائق المعطيات ديالو ملي كتمشي تدفع في القنصلية، راه الدوسي ديال الورق كيكون عندك، كيكون عندك الدوسي ديالك، تأكد في ديك الوريقات كاين واحد الفورمولير ديالك كتعمرها ولا كتعمرها الشركة كيعملوا فيها المعطيات ديالهم ديال الشركة. هنا خصكم تردوا البال الإخوان، خصكم تعملوا المعطيات ديالكم نتوما، يعني تعمل الجيميل ديالك أو تعمل الرقم ديال الهاتف ديالك ضروري، لأن القنصلية ما كتلغي لكش الفيزا حتى كتعيط لك. كاين بعض السائقين الإخوان واخا كتعيط لهم القنصلية كيتصلوا بهم وكيقولوا لهم خصكم تجيو عندنا باش لان المشغل ديالك طلب منا باش نانيو لك الفيزا او باش نلغيو لك الفيزا. دابا الا كان ممكن تجي عندنا، كاين بعض السائقين كيرفضوا باش يمشيو للقنصلية خوفا زعما يعطيهم يعني عندك يعطيوهم جواز السفر ويلغيو له الفيزا. هنا الاخوان الله يحفظك السي محمد، مرحبا بك معنا في هذا المباشر، تحية للناس ديال مصر، تحية للسي يوسف، الإخوان ديالنا. قلنا خلينا الإخوان السائق المهني كخصو يعمل المعطيات ديالو ويتأكد منا واش كاينه ولا لا، لأن كل سائق مهني كيقلب على كما كيقولوا ما هو أحسن، كيقلب باش يحسن الوضعية ديالو، كيبغي يمشي لواحد الشركة أخرى ومن حقه يخدم في أي شركة بغا، غير هو يعمل المعطيات ديالو. واحد الحاجه الاخوان اللي هي مهمه وهذه اللي ما كيقبلوهاش يعني المشغلين، هي ملي كتلقى واحد الشركه كيف ما قلنا باش تمشي تحسن الوضعيه ديالك، كتكون احسن شركه معقوله وكتعطيك الواجبات ديالك وعندها امتيازات، ملي كتمشي تخدم مع ديك الشركه يعني ما كتنزل لا اخطار للشركه او الاستقاله كما كنقولوا، ما كتعلم شركه ولا والو، كصافي كتنزل الكاميو في باركينغ وكتمشي في حالك تخدم شركه اخرى. هنا كينوضوا الصراعات ما بين المشغل والسائق، لان هنا السائق المهني خاصو يعرف ما له وما عليه، وماشي غير اجي ونزل الكاميو ومشي تخدم شركه اخرى، لان الا رجعنا لمدونات الشغل كخصك تخبر الشركه تنزل اخطار بالشركه او بما يسمى بريافي شهر او على حسب المده اللي انت كتشتغل معاك مع هذه الشركه، وكتخلي الفرصه او واحد شويه ديال الوقت باش ديك الشركه اللي انت كنتي معاها باش تقلب على السائق اللي غادي يعني اللي غادي يعوضك او اللي غادي يشد بلاصتك.
هنا الإخوان كيف ما كيقول المثل لا ضار ولا ضيرة. احنا كيف ما قلنا في الأول، أي سائق مهني بغى يبدل الشركة يمشي يخدم شركة أخرى من حقه، ولكن كاينه شروط. كيف ما قلنا الإخوان، الشروط شنو هي؟ هي تعلم الشركة قبل ما تمشي بحالك عند شركة أخرى. القنصلية الإخوان كتقول راه ما كتلغيلكش الفيزا، إذا لغات لك الفيزا كيكون أمر من عند المشغل. وبغيت نوضح بعض الأمور اللي، لأن كيما قلت كاين مغالطات، لأن كنسمع في مواقع التواصل بأن الجمعية ديال المشغلين هي اللي كتلغي الفيزا أو كتلغي التأشيرة. هاد الجمعية هادي ما عندها، لأن سبقنا جلسنا معاهم، لأن حنا عملنا تحريز ديالنا الإخوان ومدة وحنا كنبحثوا في هذا الموضوع هذا باش نوصل لكم المعلومة صحيحة الإخوان. قلنا الإخوان هاد الجمعية ديال أميتريد ديال أرباب الشاحنات أو أرباب الشركات، ملي كيجي عنده واحد المشغل، وغالبا كيكونوا ديك المقاولات الصغرى، لأن المقاولات الكبرى والشركات الكبار وما كيعملوا كيلغيو الفيزا، كيكون عندهم كونتاكت مع القنصلية وكيلغيو لك الفيزا بلا يعني بلا ما يمشيو عند الجمعية ديالهم. ولكن الأغلبية ديال المقاولات الصغرى هي اللي كتلجأ عند هاد الجمعية هادي باش الجمعية تصيفط واحد الإيميل أو تتصل بالقنصلية باش تلغي الفيزا أو تأشيرة واحد السائق، ولكن ماشي مباشرة. لأن كيف ما تكلمت مع واحد الأخ، واحد العضو من ديك الجمعية، قال لي كنحاولوا ما أمكن ندخلوا بالخيط الأبيض، ونحاولوا ما أمكن يكون يعني آخر قرار هو باش نلغيو الفيزا، كنحاولوا نصلحوا بيناتهم. لأن كاين بعض الشركات، حنا ملي كنسمعوا من بعض الشركات المشاكل ديالهم، كنلقاو بعض المرات كيف ما قلت السائق ما كيعلمش، كيجي مباشرة كينزل الكاميو كيكون شارجي ولا خاوي ولا ماشي سوقو، صافي كيهز الصاك ديالو وكيمشي وكيخلي الكاميون. هنا بزاف ديال السائقين اللي كيطلعوا من ميناء طنجة المتوسط وكيتفاجئوا بإغلاق الحدود، ملي كيمشي يطبع جواز السفر كيلقى ما عندوش الحق باش يمشي للضفة الأخرى. هنا الإخوان كيكون المشغل ديالك مشى النيابة العامة وعمل لك خيانة الأمانة، وكتولي انت روشات، يعني بحال اللي قلت لكم، إذا ما علمتيش الشركة بواحد شهر بريافي أو على حساب المدة ديال العمل ديالك بهذه الشركة هذه، ضروري كخصك تعلمه. هنا كيف ما قلت السائق كخصو يكون يعرف ما له وما عليه. مدونات الشغل كتقول الإخوان قبل ما تمشي شي شركة ضروري يكون إخطار. فهمنا الإخوان ياك؟ هنا الإخوان كاين بعض الشركات اللي هما استغلاليين الصراحة، وكيستغلوا هاد الفئة هذه ديال السائقين، وخاصة السائقين المبتدئين أو السائقين اللي كيكون عندهم يعني ما عندهمش تجربة في النقل الدولي. كيجي مثلا واحد الشركة وكيفرض عليه شي أثمنة خيالية، أو كيفرض عليه يخلص الفيزا، أو مثلا شي شيك يكون خاوي، مثلا الشيك على بياض. يعني هادشي هذا الإخوان أنا كنحمل المسؤولية ماشي نهاد المشغل هذا، كنحمل المسؤولية نهاد السائق هذا، لأن بزاف ديال السائقين ملي كيمشي يخدم في أول مرة كيخدم شي شركة، كتكون ديك الشركة عندها قانون داخلي ديالها أو عندها بعض الشروط كيقراهم السائق المهني، كيكون عندهم شروط انجاجمون مثلا، وداك السائق كيقرا ديك الشروط وكيكون متفق عليها وكيمشي يجاليزيها وكيجيبها. ملي كيخدم هاد السائق المهني كيولي ما راضيش على ديك الوضعيه اللي خدام فيها، او ديك الشركه كتكون ما كتخلصش مثلا، ما كتعطيش المستحقات او الاتعاب ديال السائق، لان بعض المرات كتسمع السائق ما مخلصش شي 3 شهور او شهرين او هذا. يعني هنا كيبغي يمشي بحالاته، نهار اللي كيبغي يمشي بحالاته كتقول له الشركه ارى لي الاخوان. واش الصوره واضحه؟ واش الصوت واضح؟ الله يجزيكم بخير. إخوان الصوت واش واضح؟ الله يجزيكم بخير.
سي عبد الواحد قال لك بزاف ديال الشركات حكارين، ما نعموش كاين بعض الشركات اللي سبقنا خدمنا معاهم صراحة الله، شركات كيعطيو المستحق ديال السائق وكيقدروه، وصراحة الله يعني هاد الخلافات اللي كتكون ما بين السائق والمشغل ديالو كتلقاها كتبدا بشي حاجة بسيطة حتى كيولي كل شيء واضح. الله يحفظك السي محمد، الله يكبر بك. قلنا الإخوان دائما ما نتبقاوش نتخبعوا في الظروف، ما لقيتش خدمة خصني نقبل باش ما كان، لأن بعض المرات صراحة كيبان لي لأن بعض المرات الإخوان كنشوف بعض السائقين يعني كيضرب عام في الشركة أو لا عام ونص، ومن بعد عاد كيولي كيقول لك لا الشركة حقارة، لا الشركة يعني هاد المدة كاملة ما كانتش حقارة، يعني حتى دابا حتى الآخر أو لا حتى لقيتي محسن عاد ولات الشركة حقارة. يعني دائما الإخوان هذه نصيحة كنصح بها لي والإخوان كاملين، تالت الخبز من شي شركة، حاول ما أمكن تخلي بلاصتك نقية، لأن الدنيا كما كيقولوا الدنيا صغيرة يمكن ترجع في أي لحظة. حاول ديك الباب ما تشعطاش، خلي ديك الباب مفتوحة باش نهار يجي واحد النهار تبغي ترجع عاوتاني تلقاها مفتوحة في وجهك. حاول دائما تخلي المامين يدوز، ما يكونش ديك المشاحنات وديك بعض المرات كنسمع شي اوديوات ما بين المشاغل والسائق السب والشاتم، يعني ما نطيحوش لهذا المستوى هذا. الله يحفظك سي سفيان، والله يعظم الاجر سي سفيان في الفقيد، الله يبدل المحبه بالصبر. الاخوان اللي عنده شي سؤال انا موجود. المهم غادي نكرر لان الاخوان عاد التحقوا بنا، بالنسبه للقنصليه الاخوان ما تلغيلكش الفيزا، وحتى الى اتصلت بيك وقالت لك اجي عندي غير مشي عندها ودي معك اتيستاسيون دو طرافاي او عقد عمل ديال الشركه اللي بديتي معاها جديده، وكون متاكد بان غادي تخلي لك الفيزا. القنصليه حتى هي كتحارب الاخوان العشوائيه، لان بزاف ديال السائقين وكاين اللي ما تعجبوش هاد الهضره هادي، كاين بزاف ديال السائقين اللي عجباتهم الخدمه بهاد الفيزا، يعني ما كيكونش ما كيخدمش واحد الشركه دائما كيبقى يضرب الفياجات كيف ما كنقولوا سلكاتهم. يعني بزاف ديال السائقين كيدخل في واحد الشركه يخدم كيجي كيقبل باش ما كان، غير كتصاوب له الفيزا كيضرب الشهر الاولاني كيقول لا الله يعاون، وكيمشي يخدم بالفيزا كيضرب فياجات. انتم عارفين كاين اللي كيخدم ب 100 الاورو، كاين اللي كيخدم ب 90 الاورو، ب 70 الاورو، اقل 68 الاورو، حتى 50 الاورو، يعني هو كيشوفها بالنسبه ليه مزيان احسن ما يبقى يتسنى الصالير. ولكن هذا موضوع صراحه حتى هو غادي نهضر فيه، لان بزاف ديال السائقين كيشوف غير ديك الاورو، ولا غادي يجيب مثلا 400 الاورو، او الا غادي يطلع من هولندا وغادي يجيب 1000 الاورو، بالحق ما كيشوفش بان هذيك 1000 الاورو اللي غادي تجيبها غادي تمكن تدخل للدار وغادي تبقى جالس عاوتاني تسنى شي ابيل مثلا تيعيطوا لك باش تسافر عاوتاني. ديك 1000 الاورو غادي تاكلها، ما مصرحش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انت بحرم راسك بزاف ديال الامور زائد المخاطر اللي كيخاطر بها السائق المهني في طونجيميد او في ميناء طنجة المتوسط. ملي كتطون الميناء ما كتعرفش ديك المقطورة او ديك القاطرة شنو فيها، شنو مدفون فيها، حتى كيتفاجئ بان الشاحنة الله يحفظ فيها المخدرات، وكيمشي ديك الساعة وديك الساعة شوف شكون اللي غادي يفكو. السي مراد، من الافضل نخليو الموضوع نتكلموا على التأشيرة الله يحفظك، قضية الفروع ديك الساعة نخليوها إن شاء الله شي مباشر آخر. قلنا الإخوان اللي كاين واخا ما تطلعش القنصلية باش تلغي، باش إذا كان عندك مثلا تينا خدام مع شركة إكس ومشيتي تخدم مع شركة أخرى، ياك هذيك شركة أخرى غادي تعطيك عقد العمل أو تعطيك أتيستاسيون دغافي كما قلنا باش تديها القنصلية باش تثبت بأنك راك خدام، ديك الفيزا ماشي كضرب بها الفياجات. هذيك الساعه كونوا متاكدين الاخوان راه الفيزا غادي تبقى لكم، فهمنا؟ ودائما الاخوان قضيه ديال التاشيره نعملوا اليقين ديالنا في الله سبحانه وتعالى ماشي في الفيزا، لان بزاف ديال السائقين كيقول لك انا الفيزا الى قلنا الاخوان
قلنا الاخوان تمشي للقنصليه وتدي معك عقد العمل الشركه اللي بديتي معها وغادي تخلي لك الفيزا اللي شويه قاري ومتمكن يمكن يراسلهم بحال واحد الصديق ديالي عنده واحد السيد خدام معاه في الشركه صيفط لهم غير في الايميل من القنصليه لان طلعنا من الخوزيرات ملي وصلنا الخوزيرات تفاجأ بان الفيزا تلغات تفهمنا من بعد صيفط لهم في الايميل بان هذه الفيزا راكم لغيتوها لي قالوا له جبنا عقد العمل واش انت خدام شي شركه اخرى قال لهم يا انا خدام في شركه اخرى قالوا له صافي جبنا عقد العمل ديك الشركه واجي نعنا بلا ما مشى عندهم صيفط لهم داك عقد العمل غير في الايميل ديالهم عاوتاني عيطوا له وقالوا له صافي راه الفيزا راه مفتوحه الا بغيتي السفر وفعلا راه سافر ولقى الفيزا ديالهم مفتوحه. القنصليه الاخوان ماشي ضد السائق المهني، القنصليه بالعكس كتعاون يعني غير هي كتبغي واحد شويه ديال التوازن في نفس الوقت كتحارب هاد الناس اللي كيخدموا في هاد العشوائيه. كاين بعض الاخوان قال لك الله يحفظك السي الناصري، كاين بعض الاخوان قال لك كاين تاخير في التاشيره يعني مده قبل كنا سيمانه او غير 5 ايام كتلقى كتوجد لك الفيزا ديالك، دابا كتوصل حتى شهر كي وصلت له حتى شهر وزياده. السبب الاخوان هو كاين بعض الارباب الشركات اللي كيزوروا هاد كيزوروا بزاف ديال الوثائق وهو اللي جعلهم احصلوا وهذا هو السبب اللي جعلهم يتعطلوا لان القنصليه كتعمل تحريات ديالها حتى هي. هذا هو السبب الاخوان. الله يحفظك السي يوسف. سي فؤاد العمراني تبارك الله عليك، انا سبق لي قلت السي يوسف سي فؤاد عفوا خصك تخلي الرقم ديالك او الايميل ديالك انت باش القنصليه تصل بك لان بزاف ديال الشركات كيعملوا الارقام ديال الهاتف ديالهم هما وملي القنصليه كتبقى تتصل بالسائق المهني ما كيجاوبوش من بعد كتلغي له الفيزا. هادشي اللي كاين. اذا كان وقع بعض مرات القنصليه كتلغي لك الفيزا شنو هو السبب الاخوان؟ هو كيكون بحال اللي قلنا في الاول كتكون ديك خيانه الامانه، كيمشيو كيجيبوا المحضر من عند النيابه العامه بان هذا السائق هذا سمح لي في الكاميون او مثلا شكينا فيه كيدير مخدرات او شي حاجه من هذا القبيل، والقنصليه ديك الساعه كتلغي لك الفيزا. اذا لغات لك الفيزا الاخوان هذا ماشي كيعني انها لغات لك الفيزا ما بقيتي تديها مره طول حياتك، لا، اذا خدمتي مع شركه اخرى وضمنت ديك الشركه عاوتاني غادي تعطيك الفيزا. قلنا الاخوان الانسان ما يعملش اليقين ديالو في الفيزا، يعمل اليقين ديالو في الله سبحانه وتعالى، يمشي يخدم صديق الشركه الا صوبت لك الفيزا وقالت لك صافي عطيني الفيزا ديالي مثلا والقنصليه حيدات لك ماشي مشكل، مشي دوق الحمد لله الابواب بيبان الله سبحانه مفتوحه، مشي يشوف شركه اخرى وغادي تخدم. والشركات راه اللي الشركات خصهم يقبلوا عليك بالفيزا ديالك او بلا فيزا، بالفيزا ديالك او بلا فيزا. الاخوان اللي بغا ينخرط بزاف ديال الاخوان كيسولوا على طريقه ديال الانخراط، من بعد ان شاء الله انا غادي نجاوبكم. اللي يمكن له يلتحق بالمقر يكون افضل، واللي بعيد يعني خارج على مدينه طنجة ان شاء الله تتواصلوا مع الكاتبه ديالنا وهي غادي توجهكم ان شاء الله. ارونا شي اسئله الاخوان الى عندكم حول هذا الموضوع ديال التاشيره، بارطاجوا الاخوان هذا الفيديو هذا باش تعمل فائده ان شاء الله باش الاخوان كاملين. والقنصليه الاخوان بعض المرات كتلغي الفيزا لبعض الشركات لان ديك الشركات كيف ما قلت اما كيكونوا كيزوروا الوثائق او كيبيعوا يشرو في هاد الفيزات، يعني هما بيدهم ردوا بال كيف الشركه عندها 3 ديال الكاميوات او 5 ديال الكاميوات ومصوبه 15 فيزا، يعني ما يمكنش كانوا غير 10 ديال السائقين. اذا عندك 5 كاميوات وعدلتي الفيزا من 10 ديال السائقين نقولوا مثلا غادي يمشيو رابيد مثلا، اما باش تكون عندك 3 كاميوات ومصوب 15 فيزا يعني هنا كيشكوا الاخوان وما كيبغيوش. وكاين بعض الشركات اللي ما بقاوش كيعطيوهم الفيزات لان حصلوهم
كيزوروا الفيزات، وكاين بعض الشركات اللي كيهربوا لهم شي يافر بزاف وكي كيبقاو في اوروبا حتى هما راه معروفين هاد الشركات هادو، حتى هما ما بقاتش الشركه هاد القنصليه كتعطيهم الفيزات. يعني القنصليه دايره شغلها الاخوان، وكيف ما قلت راه كتعاون مع السائق، الا جبتي لهم ما يثبت بانك خدام في شركه اخرى راه ما حيد لكش الفيزا. وبزاف ديال السائقين لا اللي منخرطين معنا في الجمعيه ولا اللي كنعرفوهم خلاو لهم الفيزا وراهم خدامين بها دابا الاخوان. الله يحفظك السي عبد الحق. وبعض المرات الاخوان الشركات الى يعني مصره باش تلغي لك الفيزا كتكون مثلا حتى هي بعض المرات لانك طيح في واحد المشكل، وكاين بعض الشركات اللي كنعرفهم انا طاحوا في هذا المشكل هذا، القنصليه كتقول له جيب لي السائق فلاني اللي مشى من عندك جيبه لي نشوفه هنا باش نعطيك الفيزا نمشي فور اخر. تفهمنا؟ دابا المشغل مثلا زيد نوضح، دابا المشغل مثلا خلى لك الفيزا خلاها لك ما كاينش مشكل، كيكون مثلا داك المشغل كيبغي الحمد لله داك المده اللي دوزتيها معاه ما كاينش لا مشاكل لا حتى شي حاجه، كتلقى مع احسن وكيخلي لك داك الفيزا. ملي كتمشي تخدم في شركه اخرى هو كيجيب شي فور اخر باش يصاوب له الفيزا. ملي كيدفعوا له الفيزا ديالو القنصليه كتقول له جيب لي هاد اكس هاد السائق هذا اكس جيبوا لي خصني نشوفو جيبوا لي القنصليه. وهذه وقعت الاخوان واحد المنخرط معنا في الجمعيه، والحمد لله كان في اكادير وجا من اكادير من القنصليه اللي كاينه في طنجه، ودخل وشافوه سولوه علاش ما بقيتش مع الشركه، قال لهم صافي انا لقيت ما احسن، قالوا له صافي الله يعاون. من بعد عاد عطاو الفيزا عندك شي فور اخر. يعني هنا حتى الا قال لك المشغل ديالك اعطيني الفيزا، المهم غير عذروا الاخوان. سي محمد الخياطي هل ابقيتم باب التواصل مفتوح مع القنصليه على غير الشركات؟ طبعا سي محمد انا بعدا كنشكرو من هذا المنبر صراحه على حسن الاستقبال اللي استقبلوني، وكنحييهم صراحه من هذا المنبر هذا، وقالوا لي اي حاجه او اي مشكل مرحبا، حنا هنا باش نسهلوا الامور، حنا ما بغيناش المشاكل، لان هما المشاكل اصلا سي محمد في غنى عنها، باش يبقاو دائما ما يجي السائق يتكلم على المشغل ديالو، ها علاش مشيت فحالي من عنده، ها شنو السبب، ها شنو كيدير، ها ما عرف شنو، وارباب الشركات ايضا حتى هما كيجيو. يعني القنصليه في غنى عنها بالعد المشاكل ديال السائق مع المشغل ديالو. هنا باش خلاو مثلا كما قلت الا جبتي غير ما يثبت بانك خدام في شركه اخرى خلي الفيزا تخدم بها ديال شركه اخرى ما كاينش مشكل، الله يعاونك الله يسهل عليك. الباب مفتوح سي محمد ان شاء الله. شي اسئله الاخوان؟ احنا موجودين. بعض مرات الاخوان اذا عندكم ما يثبت ايضا ان الشركه مثلا كتعمل تعسفات ولا شي حاجه بحال هكذا، حتى انت دافع على راسك وجيب ما يثبت باش تهضر على حقك حتى انت، لان على السائق المهني مثلا في الخزيرات باش يحرق ما يطبقش اوقات السياقه والراحه مثلا، او كتكون شي مناوشات شي تعسفات شي كلام ماشي هو هذاك، اذا هنا انت من حقك باش تجي للقنصليه وتقول مثلا هاد الشركه راه ما كتخلصنيش، او كيف ما هما كيديو المحضر كيف ما قلنا باش يغلقوا لك الحدود وكتولي روشيرشي وكيعملوا لك خيانه الامانه. اذا حتى انت اذا كنت مظلوم من حقك ما تكونش دائما ساكت على الحق ديالك، مشيت انت وهضر وتكلم وسمي الشركه فلان فلانيه، ها علاش انا مشيت من عندها، حيتاش كيفرضوا عليا مثلا نحرق في اوروبا وهذا الشيء هذا كيشكل عليا خطر، الله يحفظ الا وقعت شي حادثه راه انا اللي غادي نمشي للحبس، هذا هو السبب اللي جعلني نمشي لشركه اخرى. وحاجه اخرى الاخوان الله يجزيكم بخير، النهار اللي كتبدا في اول شركه تخدم معها، اول يعني ملي كتبدا في شي شركه جديده تخدم معاها، ماشي كلشي اوكي 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 مرحبا مرحبا، واش فهمتوني ياك؟ يعني ماشي لانك تلقى هاد الشركه هادي عندها واحد لونكاجمون مثلا، اذا تضرب الكاميو انت كتحمل المسؤوليه، اذا مشيتي من هاد الشركه وديتي الفيزا من حق نوقفها لك، اذا ديتي معك شي واحد وقعت شي حاجه انت كتحمل المسؤوليه، الا تخسر الكاميو انت كتحمل المسؤوليه، اي حاجه انت كتقول يعني كتقبل على جميع الشروط
ومن بعد ملي كتخدم داك شهر شهرين عاد كتولي ولا هاد الشركه شنو فيها السلبيات ديالها شنو هادشي هذا كتكون متفق عليه انت اتفقت عليه في الاول يعني من الاول كما كيقول المثل من النهار الاول يموت المش صافي ما راديش الرزق على الله سبحانه وتعالى ما تبقاش تتخبع في الظروف لا حق ما نعرف شنو انا عاطل على العمل وتمشي تدي راسك للهاويه او من بعد تبقى في المحاكم. السي يوسف العمراني معظم الشركات لا تقبل السائق بدون فيزا صحيح انا بدي بزاف ديال الشركات اللي كيتصلوا بيا وكيبغيو سائقين عندهم الفيزا هنا كتلقى واحد التناقض كبير الصراحه بمجرد ما كتمشي بحالك كيقول لك ارى الفيزا ومباشره ملي كتمشي بحالك كيصلح في المجموعات الاخوان واش كتعرفوا شي سائق عنده الفيزا اذا هنا الاخوان عاون نصيحه الاخوان ديالي الله يجازيكم بخير قبل ما تخدم شي شركه ابحث يعني ماشي بسم الله سلم عليه زرب عليه صافي مباشره تدخل ومشي تخدم من بعد عاد كتتفاجئ لا سول انسان بحال مثلا انت غادي نقولوا غادي تتزوج مثلا غادي تكمل دينك ماشي مباشره ما كتمشي عندك السيده وكتجيبها للدار ضروري ما كتقلب عليها وتقلب على عائلتها وتقلب على انت الا غادي تخدم في واحد الشركه راه غادي تبوز معها واحد المده طويله وغادي تسمح في وليداتك وغادي ما فيها باس الانسان يسول على الشركه السلبيات ديالها والايجابيات ديالها ماشي حتى تضرب شهرين ولا ثلاث شهور وتبدا تشكي راه الشركه ما خلصتني شي راه الشركه غادي لها الفيزا راه الشركه هادشي الاخ نعمان كيسول السائق الذي وصل الى سن التقاعد هل يمكن ان يقوم بطلب تاشيره من عند القنصليه وما هي الوثائق بالنسبه للوثائق المطلوبه ما نكذبش عليك ولكن كنعرف بزاف ديال السائقين المتقاعدين كيصاوبوا الفيزا وخدامين الله يسهل عليهم وما تقولولوش يا الاخوان السائق المتقاعد ما عندوش الحق يخدم لان ان شاء الله في بث اخر ان شاء الله غادي نتكلموا على التكريم اللي كان هذا في 18 فبراير للسائقين المتقاعدين اللي نظمته الجمعيه ومن بعد ان شاء الله غادي نتكلموا في هذا الموضوع هذا على السائق المتقاعد مازال خدام البث كيتقطع اخي الكريم الله يحفظك السي محمد دابا الاخوان واش الامور واضحه واش الصوت واضح عندكم شي سؤال مرحبا الاخ خالد مبروك يقول لك ممكن تفيدنا في القضيه ديال السائقين اللي طلبهم اسبانيا وشنو المتطلبات نخليوها ان شاء الله اسي خالد في مباشر اخر ان شاء الله لان الموضوع ديالنا اليوم هو التاشيره وباش ما نطولوش على الاخوان ديالنا راه دابا نص ساعه المكانه ديال هذا المباشر اللي عنده شي سؤال حول الموضوع ديال الفيزا انا موجود الاخوان مرحبا دعوا معنا الاخوان سي زايري تبارك الله عليك بالنسبه للقنصليه ديال اكادير صراحه مع خير هذا وهذا التاخير انا قلت لك بحال اللي قلت في الاول راه كيضر ماشي غير السائق المهني كيضر حتى المشغل لان الكاميو ديالو واقف وكيتسنى السائق فوقاش يوجد له الفيزا نتمنوا يعني هذه الجمعيات ديال الباترونا او ديال ارباب الشركات يدخلوا في هذا الموضوع هذا ان شاء الله الاخ الاسم ديالك ما واضحش الوثائق الجديده اللي غادي تدفع للقنصليه هاني يكونوا باقي جداد على حد العلم ديالي تكون عندك واحد 3 شهور ديال الديكلاراسيون عاد يمكن تدفع للشركه يسر حسن الله يكبر بك الله يحفظك اللهم امين الله يشافي جميع المسلمين الله يحفظك السي يونس السي محمد بالنسبة نرجع للتساؤل ديالك لأن باش تقرا تبارك الله لي كومونتيرات بزاف باش تقراهم كاملين غيصبروا معنا الله يجزيكم بخير كازات باش يمشيو لألمانيا شركة جيناديك عندك شي معلومات على هادشي
قضية ديال 500 سائق صراحة ما على باليش. وحنا حاليا دابا كنتعاملوا مع إسبانيا، سي يوسف تبارك الله عليك من غزة، مرحبا بالناس ديال فلسطين، نهار كبير هذا، معنا المصريين معنا الفلسطينيين، تبارك الله عليكم جميعا. الموضوع ديال احنا عندنا الموضوع ديال التأشيرة، ولكن نجاوبك، قلت التفعيل ديال البطاقة المهنية سي هشام، راه يمكن يعني يمكن تكون تشديد مراقبة في البطاقة المهنية، لأن إلى حد الساعة باقي ما بانش شي بلاغ أو شي بيان فيه شي تمديد على البطاقة المهنية، يعني إلى وقفوك رجال المراقبة راه يمكن تخلص المخالفة، لأن كيف ما قلت ما كاينش شي بلاغ خرج في شهر واحد فيه تمديد او شي حاجه. خايب ياسر، هل هناك قنصليه اخرى تقوم بالغاء الفيزا؟ سي فؤاد العمراني، على حد العلم ديالي فرنسا ما كتلغيش الفيزا، سوى بحال اللي قلت اذا المشغل مثلا عنده شي مشكل كبير مع السائق، او مثلا كما قلت اسمح له في الكاميو، او مثلا يجيب مثلا ما يثبت حتى هي كتلغي الفيزا. واحد النصيحه للاخوان، هي جواز السفر ديالكم ما تعطيوهاش لشي واحد الاخوان، الله يجزيكم بخير، لان كاين بعض الشركات اللي كيديو ديك جواز السفر وكيعطيه لك، ولهذا جواز السفر ما عمرك تعطيه لشي واحد الاخوان من يدك، تطلع القنصليه بيدك الا كانوا غيلغيو الفيزا، تعطيهم الباسبور بيدك، الا ما كانش غيلغيوها راه يقول لك راه ما غادي يلغيهاش. اما باش تعطي جواز السفر ديالك من الشركه باش تطلع هي تانولي الفيزا، من الأفضل للإخوة، الله يجزيكم بخير. تحية متبادلة. سي منير تبارك الله عليك، هو خاي منير في الباج، حنا ما كنمسحوش. سي محمد الحوري كيقول لك تبارك الله، سي محمد الحوري. سي زايري تبارك الله عليك، هذا واجب اخاي، حنا علاش عملنا هذا المباشر باش نتجاوبوا مع الاسئله ديالكم الاخوان، ونستافدوا جميعا، حنا كنستافدوا من عندكم نتوما كتستافدوا من عندنا. سي محمد الخياطي، ان شاء الله سي محمد ديك الساعه نعطيوك الايميل ديال القنصليه ان شاء الله، مرحبا. الموضوع ديال 180 درهم الاخوان ديال التغطيه الصحيه نخليو له شي مباشر اخر ان شاء الله. على العموم الاخوان، نتمنى نكونوا فدناكم في هذه القضيه ديال الفيزا. قلنا القنصليه حاول ما امكن تعمل المعطيات ديالك في الوثائق او في الدوسي ديالك ديال الفيزا، اعمل المعطيات ديالك، الرقم ديال التليفون ديالك والجيميل ديالك، باش القنصليه تتصل بك باش ما تعملش الفيزا. سيدي شنو هناك اجراءات جديده بالنسبه للناس اللي كيدفعوا؟ ما كان شي اجراءات جديده، ما عرفش سي كرم. سي رشيد تبارك الله عليك، قلنا بالنسبه للخيرات الاخوان، اللي في طنجه يلتحق بالمقر ديال الجمعيه، ها هو الموقع ديالها، هو كاين في لوكاليزاسيون ديالها، كاين في صفحه نت، اللي بغى يجي مرحبا. وبالنسبه اللي خارجين باقي مدن المملكة، الرقم هو تما، اتصلوا بالكاتبة ان شاء الله هي اللي غادي توجهكم. نتمنى الاخوان نكونوا استفدنا في هذا الموضوع ديال الفيزا. شي تساؤل اخر الاخوان؟ احنا موجودين ان شاء الله، انا غادي نعاود نقرا التعليقات ديالكم ان شاء الله. تحية الاخوان ديالنا جميعا، كنشكركم ان شاء الله، كنشكركم جزيل الشكر على هذا التفاعل ديالكم، على هذا البارطاج اللي بارطاجيتوا هذا الفيديو، تبارك الله راه 340 مشاهدة. يلا تبارك الله عليكم الإخوان، والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.